اللي هي توصل العقوبة للإعدام. مش واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني في جرائم القتل من, من من اسباب تجديد عقوبه القتل، القتل اصلا عقوبته المؤبد ترفع للاعدام في بعض الحالات، منها يكون في سبق اصرار او ترصد او الى اخره في القصص بقى. لماذا طلب محامي محمد عادل قاتل نيرة من المحكمه استخدام اقصى انواع الرافعه؟ قبل ساعات من تأكيد حكم الإعدام، أسرة قاتل نيرة أشرف تكشف جديدا. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام. ده بيتكلم بيتصل بوالد نيرة الأستاذ أشرف. التحليل النفسي والاجتماعي للمتعاطفين مع قاتل نيرة أشرف. في الوقت الذي ينادي فيه الأغلبية الكاسحة من رأي العام المصري بتنفيذ حكم الإعدام على الطالب محمد عادل قاتل زميلته الطالب نيرة أشرف، بزغت على ساحة قلة يبدون تعاطف مع القاتل مطالبين أسرة المتوفى بقبول الدية والعفو عنه. سلوك التعاطف مع الجاني كان سؤال العين الإخبارية للطبيب النفسي المصري جمال فرويز، الذي أكد أن الأمر بنمته مؤقت ويرتبط بالحدث نفسه، ولا يعني أن حالة التعاطف دائمة أو هم مشغولون بالشخص في حقيقة الأمر. ويفسر استشاريا النفسي حالة التعاطف التي انتابت البعض وجهروا بذلك حول منصات التواصل الاجتماعي بأن هذا التعاطف هو أمر وجداني وإنساني محض مع الشاب الصغير السن الذي قد تنتهي حياته بالإعدام، كما أن تأثيرات ما قيل حول أنه قد غرر به من قبل الفتاة ما دفعه لقتلها دفع البعض لتبرير سلوكه ولو بشكل وقتي، ولهذا يسمى مثل تلك التصرفات التي تحمل تعاطفا مع القاتل في علم النفس بأنه سلوك انفعالي واندفاعي لحظي. فرويز يشدد على أن عددا غير قليل من الناس يعتمد على ما يشبهه بذاكرة السمكة، ورؤيتهم للقاتل وهو في قاعة المحكمة وهو في موقف ضعف أنساهم سريعا جريمته التي ارتكبها على رؤوس الأشهاد، وروع الآمنين وقتل نفسا زكية بغير ذنب اقترفته. ويرى استشاري الطب النفسي المصري أن هذا التعاطف اللحظي والانفعالي لا يعني بالضرورة أن شخص يمكن أن يرتكب نفس الموقف أو مؤيد للجريمة التي ارتكبت، بل أن تصرفاته لحظية وانفعالية ولا تعتبر انفعالية حقيقية لمواقف حقيقية. ولا يعول فرويز على سلوكية الأفراد أو رأيهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، ولا يعتبرها بأي حال من الأحوال مرجعية لسلوك الكثيرين، لأنه من السمات الرئيسية لتلك المنصات التجاوب الانفعالي المؤقت واللحظي، ولذلك لا يبنى على مواقفهم أو رأيهم بأي حال من الأحوال. لماذا طلب محامي محمد عادل قاتل نيرة من المحكمة استخدام أقصى أنواع الرأفة؟ أكد خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف عبد القادر الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم لغات شرقية بكلية الأدب بجامعة المنصورة، والتي تم قتلها بل نحرها أمام العالم أجمع، وخلال الساعات القليلة القادمة ستشهد جلسة النطق بالحكم غدا الأربعاء أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنائية المنصورة، أن ما قاله المحامي الدفاع عن القاتل محمد عادل قاتل نيرة أشرف هو استخدام أقصى درجة الرأفة مع المتهمة، حيث رد عليه المستشار بهاء الدين المري رئيس الدائرة الرابعة مؤكدا له أن يتم المرافعة بشكل قانوني وفق الإجراءات القانونية المتبعة في الجلسة. واستجاب له القاضي في طلبين ورفض الطلب الأخير، وهو عدم عرض المتهم على الكشف الطبي للتعرف على سلامة قواه العقلية. بعد أن قام القاضي بسؤال المتهم محمد عادل قاتل نيرة سؤالا مباشرا، هل أنت واعي لكافة أقوالك؟ وأكد محمد عادل على أنه واعي تماما لما يقول. قبل ساعات من تأكيد حكم الإعدام، أسرة قاتل نيرة أشرف تكشف جديدا. والدة محمد عادل تقول للعربية نت إن الشاب سقط ضحية مشاعره التي ربما ذهبت في الاتجاه الخاطئ قبل 24 ساعة من جلسة المحاكمة ونطق بالحكم بعد إحالة أوراق للمفتي تمهيدا لإعدامه. وكشفت أسرة الشاب المصري محمد عادل قاتل وزميلته الطالب نيرة أشرف أمام جامعة لحظية، ولذلك لا يبنى على مواقفهم أو رأيهم بأي حال من الأحوال. محامي قاتل نيرة أشرف موكلي نادم على ارتكاب جريمة القتل. قال أحمد حمد المحامي بالنقد ودفاع المتهم محمد عادل في قضية قتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أنه لا يوجد دية تم عرضه على أهل نيرة من عائلة محمد، كما أن عائلة محمد لا تستطيع دفع ذلك المبلغ من المال، وأن الدية حتى لو تم دفعها لن تغير من مسار القضية، فالدية تدفع عند القتل الخطأ، ولذلك فمسألة الدية لا تصلح في جريمة نيرة أشرف،
وقد صدر الحكم من هيئة المحكمة. وأضاف أحمد خليل القائم على الإعلامي محمد الغزيرية ببرنامج الحقيقة أن المتهم محمد عدل صادق في أقواله، وقرر المحكمة لا يستند على قوة الرأي العام، ولذلك فقرروا حجب النشر ليس سبب لتأثير على قوة الرأي العام. شعرت بأن المتهم محمد عادل يشعر بأنه نادم على فعلته، وتابع: عائلة محمد عادل قاتل نير أشرف عائلة فقيرة، وهو نادم على ما ارتكبه لتلك الجريمة، منوها بأن والدة محمد مصابة بجلطة ومحجوزة في المستشفى، مشيرا إلى أن المجتمع والرأي العام يبحث عن ردع العام ومنع الجريمة، أم يبحث عن الانتقام من الجاني. ونصح المحامي بالنقد أحمد حمد دفاع المتهم محمد عادل كل أب وكل أم بأن يكون هناك رقابة على أولادهم حتى من حيث الصداقة من جميع النواحي، ويجب أن نصادق أبنائنا ونكون قريبين منهم لعدم حدوث مثل هذه الجرائم مرة أخرى في مجتمعنا. كلام لا يصح والد نير أشرف ينفعل على محام على الهواء، من منحك حق الحديث في هذه الأمور؟ انفعل أشرف غريب والد الطالب نير أشرف طالبة جامعة المنصورة على محامي طرح فكرة جمع تبرعات ودفع دية عن القاتل محمد عادل لتخفيف الحكم بالإعدام، قائلا: من أعطى لك الحق في الحديث في مثل هذه الأمور؟ وبناء على أي أساس تتحدث عن موضوع لا يخصك من قريب أو من بعيد؟ وتساءل غريب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغزيري ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة الحدث اليوم، قائلا: من أعطى لك الحق بأن أخت نير أشرف لمحت على بوست على السوشيال ميديا وتتحدث بكلام لا يصح ولا يمت بصلة للحقيقة؟ أول تعليق لوالدة محمد عادل الذي ينهى حياة نير أشرف: ابن طيب جدا. حصل صدى البلد على نص التحقيقات في القضية التي حملت رقم 11409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة والمعروفة إعلاميا بمقتل نير أشرف طالبة المنصورة، وتؤكد التحقيقات أن المتهم باغتها بعدة طعنات ثم نحرها، وأنه كان يريد الارتباط بها وهي رفضته. وكشفت التحقيقات تفاصيلا جديدة في واقعة مقتل الطالب نير أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، وأن المتهم عقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولات المتعددة لإرغامها على ذلك، حتى وضع مخططا لقتلها وحدد موعد أداء اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة لتنفيذ جريمته. وأضاف المتهم عن علاقات المجني عليها مع آخرين على نحو مخل بالشرف، قائلا: هي كانت شغالة موديل وكانت دايما بتنزل صور لها على انستجرام، بس أنا معرفش عنها حاجة زي إنها تكون نامت مع حد. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب تولي فريد الديب القضية؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.